مساكم خير. ورا كل شيء جميل في سر، حتى المرأة، فكل سيدة عندها ذوقها الخاص وأيضا روتينها الخاص. سألنا بعض الأسئلة الجريئة للبلوجر ميثا عبد الجليل عشان نتعرف على سر جمالها لليوم. هلا شو الأسئلة اللي هون؟ ما في أشوف ولا شيء؟ هيك قعدت منيحة ولا أغير أروح هيك؟ هلا سؤال، على أي كاميرا أطلع؟ في بس مي قبل ما نبلش؟ كم عملية تجميل؟ هي لازم تفضحوني. يلا من أول 1 2 3. أنا جاهزة. مرحبا، أنا ميثا عبد الجليل، صيدلانية وصارعة محتوى كل شيء يخص البيوتي والفاشن، واليوم بأسرار الجمال محضري لي 15 سؤال ما بعرف عنهم ولا شيء، رح أسحب سؤال سؤال ونجاوبه مع بعض. لو بتحسي شعرك جميل، ما سر جماله؟ سر كتير من الصبايا ما بيعرفوه إنه مثل ما البشرة بحاجة لواقي شمس، كمان شعرك بحاجة للوقاية من الشمس ودرجة الحرارة المرتفعة. لكن أكتر شيء الناس ما بيهتموا فيه هو حماية الشعر من أشعة الشمس، ورح أعطيكم منتج كتير طبيعي فيك تستخدميه على شعرك لحتى تحمي الشعر من أشعة الشمس، وهو الأرغان أويل أو زيت الأرغان. السؤال الثاني، إذا كنتي في رحلة عليكي اختيار اسمين من الأسماء التالية، من تختارين؟ هيدا السؤال التركي. البلوجر يومي، مايا دياب، جورجينا، جويل ماردينيان. هلا للأمانة ما بدي حدا يزعل مني، بس بحس إنه مايا كتير مهضومة، يعني رح نقضي وقت مع بعض وهيك رح يكون فن. من الفنانة التي تحبين مظهرها وتتمنين لو تشبهيها؟ للأمانة ما بحياتي حبيت أشبه حدا غير حالي، لأنه بحس أنه كل بنت، كل سيدة فريدة بحالها، بشخصيتها، بجمالها، بكل شي فيها. بس من الفنانات اللي أنا بحب كتير مظهرها وأناقتها ودايماً هيك بحسها أستار، نجوى كرم. هل تحبين مظهرك وراضي عنه؟ ما في ست بالعالم بتقلك إنه راضية 100% عن شكلها، أكيد في شيء بده تعديل. بحب شكلي؟ إيه بحب شكلي، بس أطمح دايماً إن يكون شكلي أفضل. كم عملية تجميل؟ أوكي، كنت متوقع الصراحة السؤال. لازم أراجع فيديوهات اليوتيوب تبعي عشان أرجع عد كم عملية، لأنه أنا ما شاء الله كل عملياتي موفقة. شوفوا للأمانة عملت هلا هدول ثلاثة. أوكي هدول ثلاثة، وبعدين هي عملت واحدة هي خربت كل شيء، وبعد عملت عمليتين لأصلح، يعني صاروا ستة. قل أعوذ برب الفلق. أوكي لازم هالسؤال، يعني لازم تفضحوني. عشاء مع أحلام الشمسي أو أصالة؟ أوه ماي جاد، أنا كتير بحبهم الاثنين. أصالة أنا مغرمة بصوتها، مغرمة بصوتها، بس أحلام مشاكسة مثلي. بحب الشخص اللي true to him أو herself، فأنا أعتقد رح أتعشى مع أحلام، بس بحبها لأصالة. ما هي ألوان الروج المفضلة لديك؟ ليتلي بحط بس ليب لاينر نود، يعني لونه نفس لون الشفة، وبحط جلوس. فستان نجوى كرام، إيه شفتوا؟ طلع. أوكي بجينيس، هل نجحت بإطلالتها؟ بكفي بالنسبة لي، بكفي إنه حدا عربي من فنانينا فات موسوعة جينيس. الفستان حبيته honestly definitely لا، بس اختيارها الشخصي ومجهود متابعينها. أي ستايل تفضلين، نانسي عجرم أو هيفاء وهبي؟ طب أنا في أحكي بصراحة، لأنه إذا هيك يعني محبين نانسي راح يهجموا علي. طبعا هيفاء، يعني طبعا هيفا very feminine. بحس نانسي she is in the cute section، لسه ما حسيتها طلعت من الكيوت. سر جمال بشرتك ما هو؟ درما بين. وما روتينك الصباحي؟ وما تقول وما تقولي المية؟ ما راح احكي المية، لان انا ما بشرب مية ابدا عن جد. انا لو مو الكوفي ما كانت مية اصلا فاتت جسمي. اخر سؤال، ما بصدق خلصنا. هل من كلمات توكيدية في الصباح تحكيها لنفسك؟ أنا ما بعمل كلمات، أو مش من الأشخاص اللي بيؤمنوا بالكلمات التوكيدية،
أنا من الأشخاص اللي بعيش الكلمات التوكيدية، يعني إذا أنا ماني بحاجة أن أنا أحكي لحالي أنا جميلة أنا قوية، لأن أنا عارفة ومتأكدة وعلى يقين أن أنا جميلة وقوية وبقدر أتحدى وبقدر أتخطى المصاعب وبقدر أوقف قدام كل المشاكل وبقدر 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 كتير أشياء بقدر أعملها، أنا على يقين من هيدا الشيء. Thank you so much، وكانت معكم ميتة عبد الجليل وأسرار الجمال. باي باي. كلنا نرغب بأسنان بيضة وأيضاً جميلة. في مصطلح جديد للفينير المتحرك واللي هو السناب سمايل، خلونا نتعرف عليه أكثر مع دكتور فواز بتنجاني. يا هلا مرحب فيك دكتور فواز بتنجاني في أسرار الجمال لليوم. أهلا وسهلا فيك. يا هلا مرحب فيك دكتور فواز. تقنية جديدة موجودة واللي تحلي الابتسامة وتعطي ابتسامة جميلة وهي السناب أون سمايل، خبرنا عنها أكثر. السناب أون سمايل هي ابتكار أنه يصير في عنا مجال أنه نحن نقدم ابتسامة حلوة للمريض بدون ما نعمل أي حف بالأسنان أو ناخذ جزء من الأسنان مشان نقدر نركب الفينير. نعم. فينا نسميه نحن بشكل أبسط أنه هو عبارة عن فينير متحرك. أوكي. نقدر نستعمله وقت اللي بدنا ووقت اللي ما بدنا نقدر نشيله ونحطه على جنب. طيب أكيد هو بديل عن الفينير ولكن ما بيكون بديل 100%، صح؟ في له مميزات وإيجابيات وفي له سلبيات. أكيد. شو مميزات السناب أون سمايل؟ هلأ ميزات السناب أون سمايل، أول شيء طبعاً رخص الثمن. نعم. سعره أقل من الفينير. أكيد. هاي واحد. اثنين، نحن ما منقرب على الأسنان نهائياً. أوكي. بتضل الأسنان 100% مثل ما هي. الشغلة الثالثة أنه إذا المريض ما حب موضوع الفينير، ما حابب بشكل دائم أنه يضل في شيء على أسنانه أو أي شيء، عنده هذا الحل البديل. فعلاً. بس سلبياته أنه هو أضعف من الفينير، يعني ما فينا نعتمده بشكل دائم، هو مخصص بس لوقت مثلاً اجتماعات، محاضرات، زيارات فقط لا غير. صحيح. أما بشكل دائم ما فينا نعتمده. طيب بما أن اسمه فينير متحرك، هل من الممكن إذا البنت أو الرجل حاطين هذه الابتسامة الفينير المتحرك من ممكن أنه يتحرك ولا لا؟ أبداً. نفس الفينير العادي؟ أبداً، هو بيجي بشكل فت على الأسنان بشكل كامل، لا يمكن أنه ينشال إلا إذا المريض هو حب يشيله. أوكي. يعني عم بيحكي أو عم بيشرب مثلا قهوة، عم بيشرب عصائر، عم يعمل أي شيء، لا يمكن أنه يتحرك. طيب هل من الممكن الشخص بنفسه أنه يركبه في البيت؟ طبعا موضوعه جدا سهل، نحن بنقدر أنه نجرب ونشوف. عنا طبعا مثال كتير بسيط، هذا السناب أون سمايل على الفك العلوي، شيلته وحطته جدا بسيطة، ناخده من الجزء الخلفي من الجهتين، نرفع السناب شوي شوي طبعا لن نتحرر من بقية الأسنان، وبإمكاننا أنه نشيله خلال ثواني بدون ما حد يكون في عنده أي لبكة تجاه الموضوع. نعم. طبعا ليش بحاجة شوي لضغط؟ لأنه هو بيجي فت. أوكي. يعني هذا أكبر دليل أنه ما ممكن يوقع، أي لا لاصق لا لا. هو بس مجرد ضغط يتلصق وبالضغط ينسح. تماما. يعني بهذا السبب اللي قلته لا يمكن أنه يفلت لحاله. أوكي. إجباري نحن بدنا ننزعه عن الصف. طيب دكتور، هل من الممكن الشخص اللي محطي السناب أنه يأكل أو يمضغ الأكل أو أنه يتصرف طبيعي نفس أسنانه ولا لا؟ لا، موضوع الأكل لا ما بيقدر. نعم. لأنه السخانة تبع السناب أون سمايل أقل من الفينير. أوكي. لذلك ممكن، بس أما شرب ما في أي مشكلة. دكتور فواز يعطيك ألف عافية وشكراً على هذه الأسرار الجميلة. الله يسلمك وشكراً لكم وتشرفتونا بالعيادة. شكراً لك. أهلا وسهلا. كنا
تعرف بأن حركة صغيرة أو لمسة صغيرة في الميك اب من ممكن أنها تغير الميك اب وأيضا يختلف اللوك شوي. اليوم بنتعرف على أشياء الصح وأيضا الخطأ في الميك اب وكيفية تطبيقه مع الميك اب أرتست مريم نبيل. مرحبا. كتير من السيدات بنشوفهم بمكياجهم اليومي أو حتى بمناسباتهم بيعملوا كتير أخطاء بالميك اب بدون ما يعرفوا أو حتى يميزوا بين الميك اب الصح والميك اب الخطأ. موضوع فقرتنا لليوم هو التمييز بين الميك اب الصح والميك اب الخطأ، ورح نطبق اليوم هذا الشيء أنا وأنتو ورجيكم سر من أسرار الجمال. خلونا نشوف مع بعض. شوفوا، رح أقسم لكم أنا الوجه لنصين، وهون رح أعملكم أنا الميك اب الخطأ وهون الميك اب الصح، بس ركزوا منيح وتعلموا. هلا أنا خلطت كريم مرطب وبرايمر مع بعض ورح حطه على الجهة الصح مثل ما اتفقنا، هي الجهة الصح. دائما الكريم المرطب والبرايمر بيعملنا عزل بين البشرة وبين الفونديشن، ما بيسببنا أي مشاكل، الميك اب بيطلع مظهره أحلى، بيثبت أكتر وحتى ما بيتكسر معنا. أول شيء رح نبلش بالفونديشن. حبلش لكم أول شيء بالجهة الغلط. كتير من السيدات بنشوفها نحن عم تحط الفونديشن هيك بهالطريقة، بتنقط الوجه كله بالفونديشن، بعد ما تخلص تنقيط ترجع بتدمج بهالطريقة. نحن أول شيء غلط. إضافة إنه أنتوا لاحظوا إنه لون الفونديشن ما مناسب للبشرة. البيوتي بلندر كمان من الأخطاء اللي نحن كتير منشوفها من السيدات، إنه بيمسكوا البيوتي بلندر وبيرجعوا بيعملوا هيك. هاي الطريقة غلط، لأنه نحن هون عم نرجع نمسح الفونديشن. فالطريقة الصح إنه نحن نتبتب بهاي الطريقة. ليه؟ لحتى كل الفونديشن تتشربه مسام البشرة ويطلع مظهره حلو متلفلات على البشرة. الطريقة الصح لمد الفونديشن طبعاً بعد ما تختاري اللون المناسب لبشرتك، أول شيء أنه أنا أمشي بهاي الطريقة بالبرش. شوفوا أنا كيف سحبت الفوند، عم دخله على مسام البشرة، ما نقطت التنقيط مثل الجهة الغلط. دائماً السيدات منشوفها بتختار كومباكت باودر. كومباكت باودر إحنا بنعرفها أنه تعطي اللون حدة وأقوى على البشرة. أنا بحس أنه الطريقة الصح أنه نحن نستخدم لوس باودر، لأنه اللوس باودر بتكون أخف على البشرة وبنقدر نحن ندمجها أكثر. منشوف أغلب السيدات دغري بتعمل الحاجب لون واحد من قدام لنهايته. الطريقة الصح لترتيب الحواجب، أول خطوة إنه نحن لازم نمشط الحاجب. بعد ما مشطنا الحاجب بنشوف وين المناطق الفاضية بحواجبنا. شوفوا مثل هالطريقة، أول شيء أنا عم ملي فراغات الحاجب. هلا بنيجي على الآي شادو. قبل ما أحكي لكم على الآي شادو، أنا بدي ورجيكم بس فرق بين الفرشة. هلا الفرش الاي شادو الاكثر شيء اللي نحن بنستخدمها هي هاي الفرشتين. شو الفرق بيناتهم؟ كل ما كانت الفرشه صغيره ومضغوطه بتعطي حده للون اكثر، وكل ما كانت الفرشه فلات وواسعه بتعطي دمج للعين للشادو بطريقه اسهل. هاي رح تعطينا حده ما حنقدر نطمش فيها، حورجيكم كيف. هلا بالنسبه للميك اب الخطا، اغلب البنات بنشوفهم انه عم يستخدموا اول شيء هاي الفرشه اللي حكينا عنها مضغوطه. الطريقة الصح أول شيء مثل ما حكينا إنه نحن نختار الفرشة تكون كبيرة وواسعة، رح تكون سهلة بالدمج. ثاني شيء نختار لون انتقالي يكون خفيف شوي على العين، يعني مثلا ألوان النود، ألوان البنيات الفاتحة، هذه دائما بتكون ألوان انتقالية سهلة، لازم ندمج العين كلها مع بعض. شوفوا الفرق بين هيدي العين الميك اب الغلط والميك اب الصح. شوفوا كيف هون أنا غمقت زاوية العين بالفرشة اللي حكيت لكم عنها، الانتقالي كيف كلها العين روح وحدة. شوفي هون كيف غلط محدد.
هلا رح طبق معكم انا بالميك اب الخطا رموش. طبعا هي مش مناسبه للوك اللي عاملينه، شوي اوفر. هلا الميك اب الصح، جهه الميك اب الصح طبعا انا اخترت رموش بعد، بس الرموش شوي خفيفه، شوي مفتوحه هيك تعطي لوك طبيعي. منشوف كثير من الاخطاء انه بحطوا الايلاينر كله بنفس الطريقه وبنفس العرض. هلا الطريقه الصح للايلاينر، انا بنظري اول شيء ابتدي من اخر العين اسحبها لبرا، بعدين بلش ادخل الايلاينر لداخل العين بهالطريقه. هلا هون رح ننتقل للكونتور. الكونتور نحن اغلب البنات بيعرفوا انه الكونتور هو خط غامق على الخد بس، فبيجيبوا البرونز الغامق وبيطبقوه على الخد كله لون واحد لهي الطريقه، كله لون غامق. انا كثير بشوفها لهي، وبيحطوا من عظمه الدان الطريقه الصح. انه انا اول شيء ابلش بالبرونز الفاتح شوي، بعدين اتدرج فيه لحتى انا غمق عظمه الدان بهالطريقه. هلا بنيجي على تطبيق الروج. كثير من السيدات انا بشوفها بتيجي بتطبق الروج قبل الليب لاينر، فبتيجي بتحط الروج طبعا وبتكبر الشفايف اذا هي بدها تكبرها. الطريقه الصح انه انا حطيت اول شيء الليب لاينر، بعد الليب لاينر انا بحط الروج. هالطريقه بيثبت معنا اكثر وما رح يبين معنا انه نحن حاطين الليب لاينر. وهيك بنكون خلصنا لليوم. قسمنا الوجه لنصين، حاولت اعمل لكم ميك اب خطا والاخطاء اللي اكثر شيء بنشوفها بحياتنا اليوميه، والجهه الثانيه اللي هو الميك اب الصح. بتمنى تكونوا استفدتوا من هالاخطاء، وبشوفكم على خير. الموضة دوم متغيرة، ونحن أيضا نحب أن نواكب الموضة، ولكن في بعض الأخطاء اللي ممكن نحن نوقع فيها. اليوم الستايلست نيفين بتعطينا بعض النصايح علشان ننسق بعض التنسيقات للثياب بالطريقة الصحيحة. الفيرست لوك هو فيرست امبريشن، هو اول امبريشن تاخذيه عن نفسك، اول عنوان بتحكيه عن نفسك سواء انت رجل او امراه. فبالتالي سهل جدا انك انت تكوني بالسيف سايد، ما تبالغي، وخصوصا موضه المبالغه انتهت، سواء من الاكسسوار سواء من الالوان. الكالورينج كثير احنا مشتهرين فيها وكثير ملائمه لبيئتنا، بس كيف انك انت تخليها لون واحد، ما تعجقي الوان كثير مع بعض. يوم ما بدك تعجقي الوان مع بعض ما تكتري اكسسوار او تلبسي اشياء زياده في الاوفر لوك، يعني لازم يكون مظهر كالرفول مع مظهر نود فوق، شعرك ما يكون مرتب، مكياجك يكون بسيط. اذا لبستي الوان كثير فاقعه والوان كثير بلوك، عندك الوان كالر بلوك هذه منتشره كمان كثير، او يعني واخده مكانها بالموضه العالميه في 22 23. الهاند ميد الكروشيه طالع السنة هذه، هو والدانتيل رجع بقوة شديدة جدا جدا، لأنه رمز للنعومة، رمز لكمان الحرف اليدوية، وكمان إحنا انشهرنا فيها كمان، هذا موجودة بعالمنا.
العربي. فحلو جدا جدا ان احنا نكون فاهمين وين الخطأ وين الصح في ملابسنا، مع ان هي عنواننا. استخدام الأقمشة الطبيعية مثل الكتان وأيضاً اللينن والريش بعيداً عن المواد البلاستيكية وغيرها هي من الموضة، خلونا نقول المستدامة. اليوم بنتعرف مع المصممة، مصممة الأزياء رنيم الحموي، على هذه الموضة. من حبي وشغفي لعالم الفاشن والموضة قررت أني أدرس تصميم أزياء. القصة يلي بتلهمني هي قصة كوكو شانيل، كيف بدت بعالم الأزياء وكيف وصلت للعالمية. ومن أكثر المشاهير يلي أنا بحب إني لبسهم هن لجين عمران، لأني بحسها الأقرب للستايل يلي أنا بطالعه. الموضة المستدامة هو إني أنا بتميز بالأقمشة الطبيعية يلي بتكون معتمدة على الأقمشة الطبيعية يلي مثل اللينن والكتان والأقمشة المعاد تدويرها، وبعيداً عن البلاستيك، وأكيد هيدا الشيء اللي هو بيميز التصاميم تبعاتي. وأنا بعتمد على الألوان يلي بتكون الألوان الهادية مثل الأبيض الأصفر، بس أنا دايماً بحب الألوان الباستيل يلي هي الناعمة، بالإضافة أني باخذ من الألوان يلي دارجة هيدي السنة. من أكثر التصاميم اللي أخذت ضجة هي العباية الصفراء. هو أول شيء تميزت باللون كاللون كعباية، بالإضافة طبعاً للشكل الموجود على جنب. هلأ بستوحي الأفكار كل مرة من شيء، وآخر شيء كنت أنا مستوحية الأفكار من الفن التشكيلي، لأنه أنا أكيد طبعاً كتير بحب الفن التشكيلي. فكان آخر شيء هو بالفاشن شو يلي طلع، أخذت الوش يلي هو موجود بالرسم التشكيلي ودخلته، ودخلت أكيد طبعاً معه من القماش المستدام، بالإضافة للريش الموجود كمان، هو هيدا الريش الطبيعي 100%. هلأ أنا إن شاء الله هلأ عم حضر كولكشن الشتاء، وإن شاء الله رح يكون بهالشهرين الجايين. هلأ هو أكثر الألوان اللي أنا بعتمد عليها بالشتاء أكيد هو الأسود يلي هو ملك الألوان، وهلأ طبعاً أكيد أخذ ضجة اللون الأحمر. والكولكشن الجديد اللي هو رح يكون بالشتاء إن شاء الله بعد شهر شهرين عم نشتغل عليه، بالإضافة للألوان اللي رح أعتمدها بهيدا الكولكشن هو اللون الأسود، بالإضافة للون الأحمر يلي هو دارج هيدي السنة بشكل كتير كبير، واللون الموف. عن المرأة من فستانها، فإذا لم تجد المرأة فلا يوجد فستان. هذا رأي كوكو شانيل بموضوع المرأة وأيضاً الفساتين. وأهم قاعدة والذكاء في هذا الموضوع إنك تختارين الأشياء اللي تليق لك. تريونا الأسبوع الجاي مثل اليوم، في أمان الله.